أهلا بكم، رجعنا لكم مرة تانية. حوارنا عن الاقتصاد المصري خلال الفترة الماضية وجائحة كورونا، وبالتأكيد كل المعايير والموازين اختلفت. عشان نتكلم في هذا الموضوع بشكل يقدر يوصل للناس كلها، معنا الخبير الاقتصادي الصديق العزيز اللي بنبدأ بيه ومعه وخبراته، وبالتأكيد يعني هيدينا النهارده انفراد زي ما عودنا دايما في كل حلقاته. معانا الاستاذ وائل عنبه، الخبير الاقتصادي والخبير في اسواق المال. مساء الخير استاذ وائل، اهلا بك. مساء النور والف شكر، وكل 20 سنه وقناه المحور في تقدم، وانا بشكركم جدا لمنحي جائزه الظهور بعد التجديدات الجميله اللي انا شايفها دي، كما منحتوني جائزه اول حلقه اتعملت في هذا البرنامج هنا في القناه، فانا بشكركم جدا. ده يسعدنا، وحضرتك من الشخصيات اللي تحظى باحترام وتقدير الوسط الاقتصادي. نبدا بالاقتصاد الكلي. تراجع التضخم ادى لتثبيت اسعار الفايده، شايف حضرتك تاثير القرار ده ازاي؟ تراجع التضخم، احنا كان عندنا يمكن الشهرين اللي فاتوا حاجتين كانوا المفروض ياثروا عكس بعض في التضخم. نعم. زياده سعر الكهرباء كان المفروض انه يرفع معدل التضخم، ولكن عشان في نوع من انواع قله الاستهلاك في السوق ده ادى الى انخفاض التضخم. نعم. معدلات التضخم يمكن هي اقل معدلات منذ عده سنوات، وده شجع البنك المركزي ان هو يستمر في سياسته وخفض سعر الفائده في بدايه العام 3% وثبت بعد كده في 4 اجتماعات متتاليه. نعم. انا بتوقع يستمر في عمليه التثبيت، ولكن هيعود مره اخرى الى التخفيضات مع بدايه 2021، واتوقع تخفيضات في السنه الجديده قد تصل ايضا الى 2 الى 3%. تمام. طيب شايف تاثير القرار ده ازاي؟ تثبيت الفائده او اتجاه نحو التخفيض، تاثيره ازاي على هو البنك المركزي له هدف؟ على فكره احنا حتى الان نعتبر من اعلى اسعار الفائده في العالم. ولو جيت لسعر الفائده الصافي اللي هو فرق ما بين سعر الفائده ومعدل التضخم، تلاقينا اعلى سعر فايده في العالم على الاطلاق، اللي هو الفرق ما بين سعر الفايده ال 9.5% او 10% وما بين التضخم اللي تقريبا دلوقتي 3-4%. فالبنك المركزي له هدف من هذا، ان هو يبقى يستمر عنصر جذب على الجنيه المصري من قبل الاجانب واكتتابهم في اذون الخزانه. تمام. فطول ما سعر الفايده عالي بدا تاني الاكتتاب في اذون الخزانه ترجع للاجانب مره اخرى بعد ازمه كورونا وبخرجهم من كل الاسواق الناشئه، بداوا يرجعوا لمصر بشكل كبير اكتتاف اذون الخزانه، وده اللي ادى الى انخفاض سعر الدولار خلال الشهر الماضي زي ما شفنا. طيب انت يعني الدولار دايما توقعاتك في الدولار، يعني من 2016 حضرتك رسمت السيناريو للدولار وتوقعت كل اللي حدث والانخفاض الاسعار رغم توقعات الكثير بالعكس ده. انت شايف الدولار رايح فين خلال الفتره اللي جايه؟ في البدايه يمكن التوقع ده عمل لي ازمه مع بعض الخبراء اللي بيعتمدوا على النواحي النظريه فقط في قراراتهم او في دراستهم. انا يمكن بعتمد اكتر على النواحي العمليه باعتباري محتك اكتر بالناس في المتعاملين في السوق، سواء في البورصه او في اسواق المال عموما. انا شايف، انا كنت بتوقع فعلا الدولار ينزل، ونزل لغايه مستوى 15.5، وده كان مع حضرتك العام الماضي واللي قبله. تمام. ورجع ارتفع، وقلنا معاك برضو ان الارتفاع ده هيكون ارتفاع مؤقت، فعلا وصل 16 جنيه وربع، بدا ينخفض تاني النهارده 15.85. انا بتوقع ان هو يستمر في الانخفاض وهيكسر رقم ال 15 جنيه خلال العام القادم، يعني هنسمع على 14 جنيه. ومبرري في كده حاجتين مهمين جدا. الحاجه الاولى ان بدا يرجع لك فلوس من اكتتاب في اذون الخزانه، فالفلوس دي بتخش بتتبدل بالجنيه المصري، فاصبح في عرض من الدولار عشان يشتروا اذون خزانه. الحاجه الثانيه ودي المهم جدا، الدولار لم يعد مخزن للقيمه، ودي اهم نقطه. تمام. اللي كان بيخلي الدولار يرتفع قبل كده ان كانت الناس بتعتبره مخزن للقيمه. كان جوه البيوت يا استاذ ايسر اكتر من 100 مليار دولار متخزنه جوه البيوت مع الناس. ايوه. باعتبره مخزن للقيمه، فلما الناس لقت انه ما بقاش مخزن للقيمه ما عادش في اقبال عليه. فعشان كده حتى تحولات العاملين بالخارج اللي كانت بتيجي من بره زمان، كان بتيجي من بره على الدولاب جوه. بالزبط. ما بيطلعش من البليت. دلوقتي بيبدله مصري على طول. تمام. لانه عنده سعر فايده عالي، وخصوصا برضه البنك المركزي ساب فايده 15% على الشهادات. دي عنصر جذب للقطاع الافراد والقطاع العائلي.
فانا بقول ان الدولار هيستمر في الانخفاض لان الطلب عليه مش قوي. حتى الدين الخارجي اللي الناس قلقانه منه اكتر من 80% منه طويل الاجل، ما هوش حالي، ده لسه عليه سنين. انا كنت اسالك في الموضوع ده، الخارج ناس كتير بتتكلم على الموضوع ده. طبعا ناس قلقانه. انا هتكلم على الدين الخارجي من اكتر من زاويه. الزاويه الاولى النسبه بتاعته. الدين الخارجي له نسب بعدها تبدا تقلق وعندها بتبقى مطمن، زي بالظبط الاحتياطي النقدي. تمام. الاحتياطي النقدي طول ما بيغطي واردات اكتر من 6 شهور ده انت في السيف سايد قوي. ما بالك الاحتياطي النقدي حاليا بعد انخفاضه الى 38 مليار بيغطي واردات 8 شهور. تمام. فده عنصر امان. طب الدين الخارجي. النهارده نسبه الدين الخارجي الى الناتج القومي الاجمالي لا تتعدى 20%. المهم في ال 20% دي اجال السداد. اجال السداد بتوصل ل 30 سنه و 40 سنه في بعض ادوات الدين اللي صدرت. وفي نفس الوقت اكتر من 80% منه طويل الاجل ومتوسط الاجل. ال 20% اللي هي قصيره الاجل فيها ودائع كتير للدول العربيه بيعاد تجديدها. هم بيستفيدوا، بياخدوا سعر فايده عالي 4% و5%، واحنا بنستفيد ان احنا بنمد الاجل لغايه ما يبقى عندنا ايرادات من مشروعاتنا القوميه والغاز والبترول تبدا انك انت تقدر تسدد منهم. فلذلك انا بقول ان الدولار مش هيبقى عليه ضغط. الدين الخارجي ما زال في الحدود الآمنة. استخدام الدين الخارجي بدأ يعاد النظر في استخدامه. دلوقتي استخدامه أصبح في مشاريع تنموية. تمام. في مشاريع كهرباء، مشاريع طرق، مشاريع مصانع غاز، مصانع أسمدة، أسمنت، حديد، عمليات تنمية وإنتاجية تنموية تنموية وإنتاجية. فالحاجات دي تخليك تقول إن دلوقتي الدين الخارجي اللي بيجي ما عادش بيستخدم للاستهلاك زي زمان. نعم. لا عاد بيستخدم في مشاريع استثماريه ومشاريع تنمويه، وده اللي بيخلينا كمصر ان شاء الله هنعمل معدل نمو موجب في عالم سالب. احنا والصين دولتين في العالم هيعملوا معدل نمو موجب. نعم. السنه دي، والعالم كله هيعمل معدل نمو سالب. طيب يمكن دايما في رقم كده بيشغلنا كلنا، الدين العام وخدمه الدين العام. انت ليك يعني وجهه نظر في هذا الموضوع. بص حضرتك، احنا لسه قارين النهارده تصريح لوزير الماليه بيقول ان هو بيعمل على تخفيض خدمه الدين العام. نعم. عشان يخفض خدمه الدين العام ما عندوش غير 3 طرق. الطريق الاول انه يسدد. تمام. عشان الفايده تقل على بقيه الرصيد، وده صعب لان ما عنديش فائض عشان اسدد، انا ما زلت بمول الموازنه بالعجز. نعم. فاذا عنصر السداد ده مش متوفر دلوقتي. النقطه الثانيه يتم تخفيض سعر الفايده على الجنيه المصري. لما تخفض سعر الفايدة على الجنيه المصري يبقى إذن هتخفض خدمة الدين العام. نعم. والبنك المركزي السنة دي خفض 3% في بداية السنة، وأنا بتوقع السنة الجاية خفض سعر الفايدة. الحاجة الثالثة إن هو يحول جزء من الدين، أو بمعنى أصح يرفع من مساهمة الدين الخارجي جوه الدين العام. الدين العام ده جزئين، دين داخلي ودين خارجي. نعم. الدين الداخلي اللي بالجنيه المصري وده الأكبر، والدين الخارجي اللي بالدولار. لما يرفع عنصر مساهمة الدين الخارجي جوه التركيبة دي هيستفيد استفادتين. الاستفادة الأولى إن الفايدة على الدين الخارجي أقل بكتير، دي 5% على الدولار أو 4% أو 6% أو 7%، الجنيه المصري بيوصل ل 13%. يبقى إذا هتخفض سعر الفايدة. الاستفادة الثانية آجال السداد في الدين الخارجي أطول بكتير من آجال السداد في الدين الداخلي. تمام. زي ما قلنا بتوصل ل 30 و40 سنة. نعم. حاجة تالتة ومهمة جدا، كل ما هينخفض الدولار يا أستاذ أيسر تأثيره على عجز الموازنة وخدمة الدين إيجابي. ليه؟ لأن أنت عندك دين خارجي 110 مليار دولار. كل ما الدولار ينزل 1 جنيه التزامك بينزل 110 مليار جنيه. فما بالك الدولار في السنتين اللي فاتوا نزل 2 جنيه تقريبا او 2 جنيه ونص. تمام. 2 جنيه ونص وهيوصل ل 3 جنيه كمان شهر. نعم. لما يبقى 15 جنيه ونص. تمام. ال 3 جنيه دي تخفض لك من التزاماتك 300 مليار جنيه في المعادل للدين الخارجي. فاذا ده اللي الدوله بتحاول تعمله عشان تخفض خدمه الدين العام، انها بتخفض سعر الفايده على الجنيه المصري، ودي قرارات لجنه السياسات النقديه في البنك المركزي المستقله. نعم. ولكنها بتسمع في الدين العام بالجنيه. والحاجة التانية ان هي بتبدأ تلجأ الى الدين الخارجي عشان فايدته اقل وأجل السداد طويلة جدا. طيب. يمكن احنا الانفاق الحكومي
خلال الفترة الأخيرة طبعا كان بشكل كبير يعني متواجد. يمكن احنا أول حلقة كنا قلنا مجموعة من الأرقام، خلال سنة 2024 هيتم إنفاق مليار على الكهرباء، مليار واحد من عشرة على السكك الحديد، وغيره 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 في مجالات محطات المياه وهكذا. أنت شايف حضرتك تأثير هذا الإنفاق الحكومي على الاقتصاد بشكل عام وعلى المناخ بشكل عام، مناخ الاستثمار، خاصة احنا كمان بنقول احنا بنعاني من تداعيات جائحة كورونا؟ أنا هتكلم في عنصرين، عنصر إيجابي وعنصر سلبي، وأنا كنت ما بحبش أتكلم على العناصر السلبية خالص. العنصر الإيجابي إن الدولة دلوقتي بدأت إن هي تتجه إلى عمل المشاريع التنموية وزيادة الإنفاق على البنية التحتية. شفنا الطرق والكباري احنا في الاربع خمس سنين اللي فاتوا انفقنا عليهم، في الست سنين اللي فاتوا انفقنا عليهم قد ايه، والعائد منهم انك انت في تقرير جودة الطرق ترتيب مصر ارتفع بعد ما كان ال 118 على العالم بقى ال 28. فشوف النقلة اللي اتنقلناها بسبب مشاريع الطرق والكباري اللي اتعملت الفترة الست سنين الماضية. الحاجة التانية ان بدأت الدولة تتجه الى زيادة انتاج الكهرباء والانفاق على الكهرباء. كل ما تنفق على البنية التحتية طرق وكهرباء واتصالات دي بتزود عنصر الجاذبية للمستثمر الأجنبي. بدأت تبدأ تنفق على المصانع، شفنا الانفاق على مصانع الغزل وتطوير إن شاء الله مصنع غزل المحلة عشان يبقى أكبر مصنع غزل في العالم، افتتاحات اللي عملها رئيس لمصانع الغزل الشهر الماضي، الانفاق على إنشاء مصانع أسمدة وأسمنت وحديد. الحاجات دي كلها أنا بقول هو شيء ايجابي. لكن الشيء السلبي اللي انا ما بحبش اتكلم فيه ان ما زال مش واضح قوي توجهات الدوله، احنا نظام راس مالي ولا نظام اشتراكي. فهي دي اللي مخليه في شويه لخبطه عند بعض المشاهدين للموقف المصري. ساعتقد ان في تشجيع للقطاع الخاص يخش بك، بس دايما القطاع الخاص بياخد خطوات للوراء في الظروف زي التقلبات الاقتصادية اللي موجودة عالميا والحروب التجارية الموجودة بين الصين وأمريكا، فبالتأكيد لهم حسابات أخرى. لو ممكن نظر لو عدنا ننتظر يعني مش هيبقى في خطوة للأمام، قد يكون مبادرة الدولة تشجيع بقى. دي أنا عايز أقولها فعلا إن يمكن مبادرة الدولة بإن هي تبدأ تحرك الاقتصاد بإنشاء مصانع تبدأ تغري المستثمر المحلي والمستثمر الأجنبي ان هو رخر يبدا يخش وينشئ مصانع، لان البنيه التحتيه خلاص بقت ممهده بشكل كبير. فدي يمكن انا بقول هي فعلا ممكن تتاخد كعنصر ايجابي ان انا بعمل تشجيع للاستثمار المحلي والاجنبي انه يبدا يخش. وخصوصا انت دوله فيها 100 مليون مستهلك فعال اللي هو عدد السكان. يعني ايه مستهلك فعال؟ هرم الاحتياجات عند الشعب غير مشبعه. حضرتك لو عملت مشروع فول وطعميه بجنيه هينجح نجاحا باهرا، ولو عملت مشروع كومباوند وفلل ب 10 مليون جنيه هينجح نجاحا باهرا. دي حقيقة. لان هرم الاحتياجات غير مشبع، فالقوة الاستهلاكية موجودة في اي وقت. نعم. حضرتك اي موديل عربية بينزل انت في ظرف شهر بيمشي بتلاقي الشارع كله من هذا الموديل. دي حقيقة. تقول الله الناس دي كانت راكبة ايه قبل كده. يجي ينزل موديل تاني بعدها بفترة تلاقي الشارع كله الموديل الجديد. ده دليل ان القوة الشرائية موجودة. نعم. وده عنصر جذب كبير جدا ان عندك اكتر من 100 مليون مستهلك فعال، ده عنصر جذب لاي مستثمر. جميل. المؤسسات الدولية اللي تتوقع ما زالت تتوقع الاقتصاد المصري توقعات ايجابية وتحقيق نمو ايجابي 2%، انت شايف ازاي نقدر نستفيد من التقارير دي ومن الحالة الايجابية عن الاقتصاد المصري دي في جذب المزيد من الاستثمارات؟ هو في نقطتين لازم نستغل الحالة دي ان احنا نستفيد منهم. تشجيع الاستثمارات الخارجية انها تبدأ تيجي مصر، ودي طبعا هتبقى بتخفيض سعر الغاز، تخفيض سعر الكهرباء، الحاجات دي بيبص لها المستثمر بشكل كبير. هو عنده عنصر رخيص بالفعل وهو الأيدي العاملة. لان احنا طبعا لما بعد التعويم والدولار بقى مقابل للجنيه ب 16 جنيه او 15 جنيه فأصبح التكلفة على المستثمر الأجنبي قليلة. تمام. ولكن عقبات أخرى ممكن تقابل الاستثمار
شايفها ممكن زي أسعار الطاقة مثلا؟ هي أسعار الطاقة مهمة جدا، لذلك لابد خلال الفترة القليلة القادمة. احنا أول امبارح يوم الخميس شفنا تكليف من الرئيس للحكومة ببحث تخفيض سعر الغاز، ويقال انه ممكن ينزل لثلاثة دولار عشان يشجع الصادرات انها تتخطى ال 100 مليار دولار. صحيح. انت عمرك ما تتخطى ال 100 مليار باسعار الطاقه اللي موجوده حاليا. سعر الطاقه سعر عنصر مهم جدا لاي مستثمر خارجي او داخلي حتى. وده حقيقي كان مداخلتنا مع السيد عماد مصطفى رئيس القبضه، اتكلم عن موضوع سعر الغاز او سعر تحديدا، لان قال ان لازم كمدخل لمنتخب الانتاج لصناعه الاسمده. الحاجه الثانيه اللي عايز اقولها ان احنا نستفيد من الحاله الايجابيه دي والتقارير الايجابيه. احنا قلنا حاجتين، الحاجة جذب المستثمر الأجنبي، الحاجة الثانية الطروحات الحكومية. طروحات مش هتلاقي وقت إيجابي زي ده، إحنا عمالين نأجل 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 رغم الأسعار اللي موجودة. والقطاع الخاص لما بيجي بينزل بطرح بكذا مليار بتلاقيه بيتغطى بشكل كبير. تمام. شفناها السنة اللي فاتت واللي قبليها. طب الحكومة مأجلة ليه ومؤخرة ليه؟ لازم تستغل التقارير الإيجابية الحالية، وعنصر إنك أنت هتبقى دولتين فقط في العالم هيعملوا معدل نمو موجب، أنت واحدة منهم. نعم. وعالم كله سالب، انك انت تبدا تسوق لطروحات حكوميه، ويا ريت ما يكونش زياده حصص من الاسهم المتداوله. جديد. يبقى طرح جديد، بنك القاهره كان مهيئ انه يطرح. كيانات قويه كبيره. طبعا، وعلى فكره هيجي لنا اكتتابات اكتتابات بشكل كبير. الحكومه لازم تتجرأ ولازم تاخد الخطوه. طول ما هي بتخاف وعماله تاجل تاجل مش هيعمل حاجه، مش هيحصل حاجه. فلازم انها تاخد خطوه تشجيع بسبب القرارات والتقارير العالمية اللي بتصدر على مصر الإيجابية. جميل. طيب احنا هنخرج فاصل وهنرجع نتكلم. انا عارف كل حضراتكم منتظرين وائل عنبة يتحدث عن البورصة وسوق المال. هنخرج فاصل إعلاني ونرجع نكمل حوارنا. دايما البورصة المصرية هي الشغل الشاغل للاقتصاديين، هي مرآة لما يحدث داخل الاقتصاد، هي المفروض بتعبر عن حقيقة ما يحدث. احنا بنشوف ظواهر غريبة في البورصة المصرية، تفاوت أسعار موجود، في عدم أداء لبعض الأسهم. بقالنا فترة شايفين كده ظاهرة بدأت تنتشر في البورصة المصرية، وهي ظاهرة المضاربات العنيفة. يعني دي حاجة معرفش هل هي حاجة جديدة، هل ليها أسباب؟ طب إزاي المستثمر الصغير يتعامل معاها؟ ده سؤالنا لضيفنا وائل عنبة. أنا كنت عايز أتكلم على السوق الأول. أتكلم عن السوق. ماشي. السوق دلوقتي منطقة 11200، منطقة مقاومة وصلنا لها كذا مرة مش قادرين نتخطاها. ممكن نجني من عندها أرباح مرة ثالثة، ولكن أنا بقول هنتخطاها، وفي حالة تخطيها انت هتطلع 1000 نقطه متصله. فده بالنسبه للمؤشر الرئيسي 11200، دي نقطه مقاومه. عندنا ظاهره المضاربات زي ما بتقول حضرتك. انا بقول ايه اللي بدا يظهر؟ ارتفاع شهيه المخاطره لدى الافراد. شهيه المخاطره بدات تزيد بسبب عنصرين مهمين جدا. الافراد بدات تضخ فلوس في السوق وتكسب، فالمكسب بيجمد القلب. طب. ان هو كسب فبيخاطر اكتر، فعنده استعداد يشتري سهم طلع 100% و200% عشان هو كسب في الاسهم قبل كده. الحاجه الثانيه ان في خطوره هنا عايز اقولها للمستثمر، ان بدات تظهر نظريه الولو وتظهر الاشاعات في السوق. ده موضوع المضارب هنا بيستغل الاشاعات في ان هو يطلع بسعر سهمه ويضارب عليه. فعند حضرتك المكسب المستثمر بيخليه قلبه يجمد. ثانيا، انت في اتجاه صاعد قصير الاجل على الاقل، فاي خطا بيعمله المستثمر السوق بيصححه. تمام. لانك في اتجاه صاعد، فنفترض انت اشتريت سهم ونزل بيك بيعاود الاتجاه الصاعد فبيجيب سعرك وزياده. نعم. فكل الحاجات دي قويه قلب الناس. ولكن احنا بنديهم هنا جرس انذار في بعض الاسهم ما تنسقش ورا الاشاعات. نظريه ألولو اللي بدات تظهر في السوق، في اسهم طلعت 5 أضعاف و6 أضعاف، يعني 500% و600%. نعم. الحاجات دي لازم يعاد النظر فيها من قبل المستثمر على الاقل، لان في صياد قاعد يترقب الناحيه الثانيه. طبعا. هيصطاد الفريسه. فدي بس ايه، يبقى المستثمر في الورق اللي دبلر اكتر من 5 6 اضعاف يبقى واخد حذر شويه، ولكن بقيه الاسهم
ما زالت رخيصة جدا. البورصة المصرية من أرخص البورصات في العالم دلوقتي كمضاعف ربحية على مستوى السوق ككل وكأسعار أسهم. طب ليه دايما ليه ده أداء البورصة أقل من أداء الاقتصاد؟ يعني بقاله فترة. سؤال جميل. ليه أداء البورصة أقل من أداء الاقتصاد؟ أداء البورصة عشان بيعتمد بجزء كبير منه على المضاربات. فلذلك أنت تلاقي الأسهم الأفراد هي اللي صعدت وبقوة، الأسهم الفندمنتال التقيلة ما زالت ما دخلهاش قوة شرائية قوية. القوة الشرائية اللي دخلت من بعد شهر مارس القوة الحكومية سواء من البنك الأهلي أو بنك مصر أو إعلان الرئيس عن إن البنك المركزي هيخش ب 20 مليار. يمكن معظم الفلوس استهدفت سهمين من الأسهم القيادية، البنك التجاري الدولي ولذلك هو الوحيد اللي حافظ على سعره وارتفع، وسهم مصر الجديدة للإسكان والتعمير. ممكن يبقى فيه مثلا استهداف لحصص حاكمة في البنك التجاري من قبل البنك الأهلي أو بنك مصر بحيث أنه هو يخش مجلس إدارة، ولكن بقية الأسهم القوية الثقيلة ما زالت رخيصة للغاية. لأن العنصر الأجنبي مش متواجد بقوة في السوق، لما يرجع العنصر الأجنبي ويتواجد بقوة الأسهم دي هتصعد وهتصعد بشكل جيد جدا. زي ما بقول لحضرتك احنا ما زلنا من أرخص مضاعفات الربحية في العالم، فده عنصر جذب. مضاعف ربحية قليل مع معدل نمو في الاقتصاد ده يخلي لك البورصة رخيصة قصاد المستثمر الأجنبي. وبالفعل احنا بدأنا الفترة الأخيرة نشهد شراء أجنبي بعد ما كانوا واخدين اتجاه واحد من أول السنة، كانوا بيبيعوا فقط، خرجوا بحوالي 8 مليار جنيه في الست شهور الأولى من السنة، بدأوا يرجعوا يشتروا تاني. النهاردة شفنا صافي مشتريات الأجانب 260 مليون جنيه في جلسة اليوم، بقالنا مدة ما شفناش أرقام صافي شراء الأجانب بالشكل ده. جميل. فلذلك لما الأموال الأجنبية والعربية ترجع هتدي الأسعار الأسهم الفندمنتال القوية حقها، وبالتالي هتبدأ البورصة تصعد بشكل أحسن وتعبر بشكل كبير عن الاقتصاد. جميل. طيب دايما احنا مترقبين فرض ضريبة، تخفيض ضريبة، وساعدنا جدا بقرارات تخفيض ضريبة التعامل في البورصة. يعني هل هي طبقت ولا لسه ما تطبق، ولا ايه اللي مؤخرها؟ القرار صدر ومجلس الشعب اعتمده والرئيس قال عليه، ومع ذلك حتى الآن لم يطبق. وده هنا سؤال لإدارة الهيئة وإدارة البورصة ولوزارة المالية، حتى الآن هل وزارة المالية مش موافقة على القرارات اللي صدرت رغم أنها صدرت بقوة القانون وصدرت من قبل الرئاسة وصدرت من قبل مجلس الشعب وصدرت من قبل مجلس الوزراء؟ كل هذه الجهات وافقت على تخفيض ضريبة دمغ التعاملات، ومع ذلك لم يتم التطبيق حتى الآن. احنا هنا بنتوجه بالسؤال من خلال حلقتكم دي للثلاث جهات دي، سواء إدارة البورصة، إدارة الهيئة، وزارة المالية. نعم. عايزين رد. احنا لماذا لم يتم تطبيق تخفيضات الضريبة التعامل في البورصة المصرية حتى الآن رغم صدورها بقوة القانون؟ طبعا ده قانون ومجلس الشعب وافق عليه، وخلاص السنة المالية انتهت 30/6 سنة مالية جديدة. تمام. احنا حاليا السوق مشغول بموضوع تقسيم شركة أوراسكوم، والناس بتتكلم وبتتوقع. يا ترى ايه السيناريو لكيان كبير شركة أوراسكوم طبعا للاستشارات المالية؟ أنا هنفرد مع حضرتك النهاردة بتوقعي لسيناريو تقسيم شركة أوراسكوم للاستثمار. ونتابع هذا السيناريو خلال العام القادم والعام اللي بعده. أنا أرسم سيناريو قد يكون مدته سنتين. قرار تقسيم الشركة إلى شركتين صدر بالفعل من قبل مجلس إدارة الشركة. شركة أوراسكوم للاستثمارات المالية، ودي هيبقى تحت عبائتها شركة بلتون وشركة ثروة كابيتال. هذه الشركة أنا بتوقع أنه فيما بعد يتم زيادة رأس مالها وزيادة رأس مال شركة بلتون عشان تبقى منافس كبنك استثمار كبير في مصر والشرق الأوسط. وأتوقع أنه بعد كده يتقدم لشراء رخصة بنك زي ما هيرمس عملت وتقدمت لشراء رخصة بنك الاستثمار العربي. فده أوراسكوم للاستثمارات المالية، ودي اللي هيتضخ فيها الفلوس كلها. واتوقع بعد خروج المهندس نجيب ساويرس من الذهب انه يبدا يضخ اموال في هذا الكيان بشكل كبير. الكيان الاخر اللي هي أوراسكوم القبضه الحاليه ده هيبقى من ضمن استثماراته شركه كوريا لينك
اللي هي شبكة محمول كوريا الشمالية اللي كان عليها مشاكل عليها مشاكل ولو أرباح مرحلة هناك حوالي نص مليار دولار مش عارف يحولها. نعم. وطبعا كوريا عليها عقوبات اقتصادية. فأنا بتوقع أنه يتم طرح شركة أوراسكوم دي للبيع بما تشمله اللي هيبقى جواها كوريا لينك. وبتوقع أيضا كل اللي أنا بقوله ده سيناريو توقعات. أن يتقدم لشرائها فينبلكوم. تمام. زي ما اشترى منه قبل كده شبكة الجزائر بمشاكلها وهو اللي تصدر لمشاكلها. فأنا بتوقع أن هو يشتري شبكة كوريا لينك ويتصدى لمشاكلها وأن شركة أوراسكوم يتم بيع اللي هي الشركة القابضة الحالية باستثماراتها كوريا ويحتفظ فقط بشركة أوراسكوم للاستثمارات المالية. وعلى فكرة السيناريو ده شبيه لسيناريو التقسيم الأول. هذه الشركة قبل كده كانت شركة أوراسكوم تيليكوم وتقسمت إلى شركتين، شركة جلوبال تيليكوم وشركة أوراسكوم للاستثمار. وجلوبال اتباعت بالفعل إلى فينبلكوم. فلذلك أنا بتوقع أن هو سيناريو قديم جديد يتم أو بمعنى أصح يتم استحياءه مرة أخرى، سيناريو جديد لسيناريو تم تنفيذه سابقا قديم قبل كده. جميل. طيب شايف توقعات حضرتك لأداء البورصة خلال الفترة اللي جاية؟ أنا شايف إن في بدأ الاستثمار الأجنبي يرجع للسوق بشكل كبير. هو بدأ بالاستثمارات الساخنة في أذون الخزانة. وعلى فكرة الأموال الساخنة الأموال دي بتبقى زي الترمومتر، بتديك الترمومتر في الأول درجة الحرارة عالية ولا واطية. فالاستثمارات دي لو خرجت، إحنا بنقول عليها أموال ساخنة ليه؟ حركتها سريعة جدا، سخنة. تمام. فلو خرجت تبقى مش مطمنة. ده اللي حصل أيام أزمة كورونا في مارس وإبريل، خرجت بشكل كبير من استثماراتها في أذون الخزانة، يمكن أكتر من 10 أو 12 مليار دولار خرجوا في شهرين ثلاثة، وكان عندنا القدرة على أن احنا نسددهم بدون أي توقف، وكان عندنا فائض من الدولار. فأنا بقول طالما رجعت هذه الاستثمارات تاني تكتتف في أذون الخزانة، فتديك انطباع ان الاستثمارات الاجنبيه في السوق كبورصه راجعه تاني. هايل. ولذلك انا بدانا نشوف شراء اجانب خلال الفتره الاخيره، اخرهم النهارده زي ما بقول لحضرتك. تمام. فانا بتوقع ترجع الاستثمارات الاجنبيه بشكل قوي، وراها ترجع الاستثمارات العربيه بشكل قوي. ويا ريت عشان ترجعهم لازم طرح كبير زي ما قلنا، لازم الدولة تستغل الحالة الإيجابية للاقتصاد المصري، تقارير الإيجابية انها تتجرأ شوية وتطرح تطرح بنك القاهرة، تطرح انبي البترول، تطرح طرح جديد خالص هيجيله اكتتابات من بره كبيرة. فلذلك انا بقول الافضل لم يأتي بعد، الافضل لم يأتي بعد، يعني لسه هتشوف الافضل في البورصه المصريه. يمكن كان في دايما عباره انا بكرهها جدا، الأسوأ لم ياتي بعد. تلاقي بعد ما الدنيا اتدمرت يطلع محلل او خبير واحنا في قاع القاع بيطينها اكتر، يقول لك يقول لك الأسوأ لم ياتي بعد ويحط رجل على رجله وبتاع. لا، انا بقول لا، الأسوأ قد ولى والافضل لم ياتي بعد، وان شاء الله لسه هنشوف السنه الجايه واللي بعديها افضل، سواء على مستوى البورصه وسواء على مستوى الاقتصاد، ان يبدا المواطن يشعر بتبعيات الاصلاح الاقتصادي اللي حصلت في السنوات الماضيه تبدا تبان بشكل اكبر على المواطن. جميل. طب الدوله طرحت خلال هذه الايام مبادره لتشجيع الاستهلاك المحلي وتشجيع الاستهلاك وتشجيع المنتج المحلي، شايف انعكاسات ده على الصناعه المصريه وعلى الاقتصاد بشكل عام ازاي؟ الانفاق الاستهلاكي يا استاذ ايسر ساعات بيكون عنصر قوه لبعض الدول. يعني امريكا قوه اقتصادها في الانفاق الاستهلاكي اللي عندها. فاحنا بنقول احنا عندنا في مصر اكتر من 100 مليون مستهلك فعال. فانت عشان تحرك الاقتصاد بشكل قوي لازم تحرك هذه القوى الشرائيه، قوى الانفاق الاستهلاكي تتحرك، وبالتالي هتحرك الاقتصاد. ليه؟ لانك لما توجد مستهلك هتضطر انك انت تنتج له. تمام. فهتزود خطوط انتاجك وهتزود طاقتك الانتاجيه. طب لما تبدا تنتج له هتضطر انك تعين ناس اكتر. تمام. فبالتالي هيبدا ياثر سلسله. لما تعين ناس اكتر وتديهم مرتباتهم هترجع هي تنفقها تاني، فتبدا الدايره تدور وتكبر. الانفاق الاستهلاكي بدات الدوله تحركه من عندها، وبالتالي المصانع والمنتجين هيكبروا حجم انتاجهم، وبالتالي هيكبروا حجم توظيفهم، فالموظفين هيقبضوا وبالتالي هينفقوا.
هتبدأ دورة دور ويبدأ الاقتصاد ينتعش بشكل كبير. الذهب جنن الناس خلال الشهر اللي فات، مظبوط، يعني صعد لأرقام لم يحققها منذ اكتشاف الذهب، يعني صح تخطى الألفين دولار للأوقية. انت شايف ده بسبب ايه؟ سبب تخوفات ولا سبب ان ده هيكون هو يعني الدول هتستخدمه كاحتياطي اكتر، يعني بشكل اكتر اعتمادية عليه، ولا انت شايف السبب ايه ومصنع قالوا ايه خلال الفترة الجاية؟ ثلاث اسباب، سبب نفسي وسببين اقتصاديين بحت. تمام. السبب النفسي ان الذهب هو الملاذ الامن ساعة الخطورة والمخاطر، فلما جاء موضوع ازمة كورونا بدأت الناس تتجه الى الذهب باعتبار الملاذ الامن ضد الازمات. نعم. ده سبب نفسي. لكن في سببين اقتصاديين مهمين جدا. السبب الاول ان البنوك المركزية على مستوى العالم بدأت تزود من حيازتها في الذهب، وبان عندنا حتى في مصر احنا البنك المركزي زود من حيازته في الذهب لدرجة ان اصبح تكوين الذهب جوه الاحتياطي اعلى رقم في تاريخه حاليا. لذلك لما الذهب طلع اثر بالايجاب على تقييم الاحتياطي المصري، فالاحتياطي اخر شهر ارتفع بحوالي 100 مليون جنيه 100 مليون دولار، رغم انك انت ما قبضتش قروض خارجية في الشهر اللي فات ده، لكن الاحتياطي ارتفع. ليه ارتفع؟ عشان اعيد تقييم الذهب اللي جوه الاحتياطي، وبالتالي ارتفع الاحتياطي. فكل بنوك العالم بدأت تزود من حيازتها في الذهب، وده العنصر الاقتصادي، ان حصل طلب على الذهب فارتفع لغاية الـ2000 دولار. الحاجة التانية ان امريكا طبعت تريليونات الدولارات، اكتر من 7 تريليون دولار، عشان تعالج ازمة كورونا. فالطبع المتوالي للدولار ده افقد القوة الشرائية للدولار، افقد قيمته. الدولار عنصر تقييم كل حاجة، البترول، الذهب، الفضة، المعادن، فالدولار فقد قيمته. نعم. فلذلك ارتفع قصاده قيمة الذهب وقيمة الفضة وكده. فدول ثلاث عناصر، ان الدولار انخفضت قوته بسبب الطبع المتتالي. نعم. ان في زيادة عنصر الذهب جوه البنوك المركزية الاحتياطيات. نعم. الحاجة الثالثة نفسية ان هو الملاذ الامن ساعة الازمة. شايف رايح فين هو؟ أنا من أسبوعين كده كتبت بوست كده على صفحتي، الانتظار كثيرا قرب القمم يخلق بائع. الذهب، الذهب أنا شايفه تخطى الـ2000 بخمسين دولار أو ستين دولار، أنا شايف دي منطقة قمة. بعض بنوك الاستثمار بتتوقع 2500 و3000، أنا ما بتوقعهاش. أنا بتوقع إن إحنا عند منطقة قمة، ومن عندها زي ما توقعت معاك انخفاض الدولار وهو بـ18.5 جنيه، انا بقول لك انا بتوقع انخفاض الذهب واحنا في 2000 دولار، واتمنى بعد 6-7 شهور كده نيجي في حلقه ونفتكر الحلقه دي. انا بتوقع انه في قمه وهينزل. هينزل، ده توقعي. طيب في الاونه الاخيره برضو ظهرت يعني الناس تتكلم عن العملات الرقميه والعملات الالكترونيه وما اعرفش ده سعره كام والحاجات دي كلها. طبعا المستثمر او مش او المستهلك او المستثمر في مصر طبعا بالتاكيد الموضوع ده بعيد عنه يعني تماما. يعني انت شايف تنصح الناس بايه وازاي وشايف ايه؟ هو دلوقتي البيتكوين تخطى ال 12000 دولار وكان من سنتين بس ب 3000 دولار ويمكن اقل من سنه كمان. كان ب 3500 دولار، النهارده تخطى 12000 دولار، يعني طلع 4 أضعاف في سنه ونص. تمام. ايه السبب؟ اولا ان بدات بعض البنوك العالميه تحطه في تسعيرها البيتكوين، فبدأت تعتمده. الأزمة اللي حصلت بتاعة كورونا بدأت تخلي المدفوعات الإلكترونية والتعامل الإلكتروني أكتر، وبالتالي بدأت العملات الرقمية تاخد وضعها كعملات تداول، رغم أن هي عملات افتراضية. نعم. ولكن بدأت تاخد وضعها، فلذلك حصل ارتفاع كبير زي ما شفنا في البيتكوين في الفترة الأخيرة. يمكن انا بتوقع ان العملات الافتراضيه يبقى لها دور حتى في تكوين احتياطيات النقديه لدى البنوك المركزيه على مستوى العالم، وبالتالي ممكن يبقى لها صعود تاني. جميل. طيب يمكن يعني انت شايف ازاي حضرتك الفتره اللي جايه بالنسبه لي الاقتصاد في مصر، شايف ازاي الفتره الجايه؟ في نظره تفاؤليه، نظره غير تفاؤليه، يعني شايف عشان نطمن الناس ونقول لهم الحاجة. بص يا استاذ ايسر، الاجانب شايفيننا احسن مننا. الاجانب شايفين الاقتصاد المصري بشكل احسن ما احنا شايفينه.
لذلك كل التقارير اللي بتصدر عن مصر تقارير إيجابية، وتقارير حتى في وسط أزمة كورونا كان في تخفيض تصنيف ائتماني لدول عديدة. مصر تم تثبيت التصنيف الائتماني ليها في المراجعة الدورية اللي فاتت لأكثر من بنك استثمار عالمي. فأنا شايف أن النظرة الإيجابية الخارجية دي هتنعكس على استثمارات الأجانب في مصر، وبالتالي هتبدأ تحرك الاقتصاد، وبالتالي احنا نشعر بثمرة الإصلاح الاقتصادي. تجارب دول عالمية أن أي إصلاح اقتصادي ما بيبانش تأثيره في المدى قصير الأجل على المواطن. هو يبان تأثيره في المدى قصير الأجل على الدولة، لكن ما يبانش على المواطن، يبان على الوطن، ولكن بعد كده يبدأ يبان تأثيره على المواطن والوطن. فاحنا حاليا في مرحلة ان التأثير الإيجابي للإصلاح الاقتصادي بيبان على الوطن. نعم. ولذلك بيظهر التقارير الإيجابية على الوطن. تمام. هتبدأ بعد كده تبان على المواطن، فتلاقي الوطن والمواطن مستفيدين. الوطن بتبدأ التقارير الاقتصادية تتحسن، معدلات النمو تزيد، الاحتياطيات النقدية تزيد. ده في الفترة اللي جاية إن شاء الله، ويبدأ المواطن يشعر بالتحسن الكبير في مستوى معيشته. فلذلك أنا بتوقع دي تبدأ خلال السنة الجاية نشعر بيها. يمكن أزمة كورونا دي كسرت الاتجاه ده. احنا كنا رايحين للاتجاه ده فعلا قبل أزمة كورونا، ولكن جت أزمة كورونا. وأنا كان ليا تعليق على أزمة كورونا، عشان كان في ناس كتير جدا وخبراء كبار بيحذروا بشكل عنيف من الموجة التانية لكورونا. أنا عايز أقول هنا، وبيشبهوا هذا هيحدث موجة تانية بما حدث في الأنفلونزا الأسبانية سنة 1908 و1910، إن حصل موجة، بعد كده حصل تعافي، جات الموجة التانية يمكن أخذت 40 مليون مواطن على مستوى العالم حالات وفاة. بس أنا عايز أقول هنا في فرق 120 سنة تقدم وبحث طبعا، وعلم تكنولوجيا اتصالات واختراع ادويه بالظبط. فال 120 سنه فرق دول لابد يبقى لهم تاثير، حتى لو جت موجه تانية لن تكون مثل الموجه الاولى خالص. نعم. هتبقى اقل منها تاكيد. ثانيا، احنا كمواطنين بقى عندنا الاجراءات الاحترازيه. النهارده وانا داخل مدينه الانتاج بيسالني الكمامه ولازم تلبسها وانت داخل، قياس الحراره. فاصبح احنا عندنا عنصر التباعد الاجتماعي والاجراءات الاحترازيه بنطبقه. جميل. فحتى لو جت موجه ثانيه لن تكون بعنف الموجه الاولى، لن يحدث ايقاف لاي اقتصاد في العالم مره اخرى. تمام. فلذلك انا بقول ان الموجه الثانيه هتبقى اقل حتى لو جت في الشتاء، وهيكون على ما تيجي هيكون تم اختراع دواء واثنين وثلاثة وزائد مصل واثنين وثلاثة. تمام. فده بيخليني اطمن الجملة اللي انا قلتها لحضرتك في بداية الحلقة، الافضل لم يأتي بعد، الافضل جاي. دائما بتدينا طاقة بتفاؤلك والمبني على اسس وواقع. استاذ وائل عنبة، يعني سعيد قوي ان حضرتك معايا. اشكرك يا فندم. دايما معانا في البدايات. شكرا. واحنا بنبتدي الموسم الجديد، وبالمناسبة الحلقة دي رقم 170 في برنامج أنا الوطن بنفس الاسم بنفس التوجه. ووائل عنبة كان ضيف عزيز علينا، وهو قامة من الخبراء الاقتصاديين الكبار اللي بيرسموا ماذا ينتظر مصر واقتصاد مصر في المستقبل. شكرا لتقديرك ليا وتقدير البرنامج. شكرا لفضل. وكل سنة وحضرتك طيب. كل سنة وحضرتك طيب، وكل 20 سنة وقناة المحور في تقدم إن شاء الله. شكرا يا فندم. بالأمل التقينا، وعلى الأمل نلتقي إن شاء الله الأسبوع الجاي، حلقة جديدة وقضية جديدة وبرنامج أنا الوطن. تصبحوا على خير.